اهلا وسهلا استاذ عبد الله، خبرني استاذ يوسف انه بدك تعزيني بوفاه زوجي. فعلا عظم الله اجركم. شكر الله وسعيكم. اقسم بالله ما بعرف، اقسم بالله ما بعرف وزيدكم يا جماعه. انا عندي ولدين صغار، بنت وصبي، والله العظيم ما نحن حدا غيري، يعني ما نحمل بهدله. بوعدك اذا عرفت شيء، اذا عرفت وين النسخه او شيء، والله راح اخبركم. أنا أكره الاستهبال عمى. والله العظيم ما عم استهبل، والله أولادي عم يستنوني. عبد الله بيك، قبل شوي حكت مرتي معي وقالت لي البنت معها حرارة، لازم نروح أخذها على المستشفى. بك عبد الله، هتو زلمة ما بيعرف شو. لا تصدق، كلهم كذابين. من متى نترك ورانا دليل إحنا يا يوسف؟ إيه بس يا عبد الله. شش خلاص. ده بوسيتك. أستاذ محمود، عيالك الله يتولاه. أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، أنت منيح؟ أنا كويس. تذكرت موقف صار بيني وبين محمود الله يرحمه. بس محمود عمره ما حكى لي إنه في شغل بينك وبينه. والله إحنا يا دوبك اتفقنا على توريد أجهزة كمبيوتر وماكينات طباعة وتصوير، كلمنا الموردين، بعدها حصل اللي حصل، فجيت أدفع له عمولته اللي هي من حق أولاده الآن. هو بالفعل جاب لي أسعار كويسة. تفضل. شو هاد؟ بس هاد مبلغ كتير كبير. لا أبدا، هذا حقه. بس أنا بعرف حجم شغل محمود ما بيوصل لهي الأرقام. بعتذر منك بس أنا مش مقتنعة بالحكي.